موجوده في النمسا او اللي على حدود النمسا، يعني في تشيك وفي المانيا، بعض الفرق برضو ممكن تكون بتستعد في نفس الوقت. نرجع تاني مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازيك انت؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله والله كده كله تمام. مسافر بكره ان شاء الله على النمسا؟ ان شاء الله كده. ان شاء الله. كابتن سيد المعسكر هيبدا امتى بالظبط؟ يوم 14 ل 26 ان شاء الله. 12 يوم يعني. ان شاء الله. هيتخللوا لقاءات وديه كابتن سيد؟ بالتاكيد طبعا هتبقى في ثلاث لقاءات باذن الله هناك. حددتوا الفرق اللي النادي الاهلي هيلعب معاها؟ لا لسه والله، لسه والله. يعني هتبقى فرق من النمسا يعني؟ بالتاكيد يعني، بالتاكيد مش هتبقى فرقه على المستوى القوي يعني، انت عارف ان انا في 14 او 15 لعيب ما بين منتخب اول ومنتخب اولمبي يعني. طيب المعسكر هيبقى في العاصمه فيينا ولا في احدى المقاطعات؟ والله انا طالع بكره اشوف يعني ثلاث اربع اماكن المناسب باذن الله هنبدا نحسن عليه باذن الله. انت عارف بيبقى مهم قوي فتره الاعداد انها تبقى مناسبه لفرقه كوره، فرقه كوره ممكن يبقى ليها متطلبات خاصه يعني. بالظبط بالظبط. الاقامه اكيد، الملعب، الجيم، الحاجات اللي بتبقى مطلوبه او بتستخدم في فتره الاعداد يعني. هلقى عليه نظرة ان شاء الله الرحمن بكره وبعده، وان شاء الله الرحمن يبقى موفقين في اختيار معسكر يناسب الفريق باذن الله ان شاء الله. كابتن سيد الفريق بقى المرحله الاولى اللي هتكون في القاهره هتبدا يوم كام؟ يوم الجمعه اللي جايه. هي في بعض الاسماء بدات تشتغل يعني. بعض الاسماء بدات تشتغل من امبارح مع كابتن محمد يوسف، اللي هي اللعيبه المصابه عزيز. واللعيبه كمان اللي غايبه بقى لها فتره يعني، من بكره هيبدا بقى احمد نبيل مانجا، على حسين السيد، على احمد العش، على محمود توبه، مجموعه كبيره دي اللعيبه اللي كانت في اعارات الموسم اللي فات، او يعني يمكن الاهلي شارك لحد شهر 5 زي ما انت عارف عشان البطوله الافريقيه، لكن في انديه كانت بدري يعني بعد وقت النشاط او تجميد النشاط السنه اللي فاتت، كان في بعض الانديه خدت راحه سلبيه وكان لنا بعض اللعيبه معارين هناك، فبالتاكيد بقالهم فتره طويله يعني. طيب يعني هل كل اللاعبين اللي كانوا معارين لحضرتك قلت اساميهم هيستمروا مع النادي الاهلي، ولا لو جالهم عروض اعاره في الفتره اللي جايه ممكن النادي الاهلي يوافق على العروض دي؟ اكيد لو في عروض كويسه مناسبه للاهلي ومناسبه للاسماء اكيد هنوافق، لكن لو مطلوبه من الجهاز الفني، انت عارف ان الجهاز الفني بيبقى فيه اسماء تقول يعني لا. أيوة. يعني ده انا محتاجه بشكل قاطع يعني، والثاني لو جات له فرصه كويسه ما فيش مانع، فلو في فتره في الفتره اللي جايه او في فرصه في الفتره اللي جايه طبعا هيبقى بعد راي الجهاز الفني هيبقى في موافقه ورفض يعني. بالظبط. طيب كابتن سيد، كابتن وائل جمعه ان شاء الله راجع بكره للقاهره؟ لا النهارده ان شاء الله. النهارده راجع النهارده. خلص البرنامج العلاجي بتاعه هناك في البرتغال؟ والله عمل وصل لمستوى طيب جدا، واخر شات عملت على السمنه كانت كويسه جدا، وان شاء الله الرحمن يبدا معانا ويكون معانا في فتره الاعداد بشكل سليم 100% ان شاء الله يعني. ان شاء الله. كابتن سيد يعني اسمح لنا ان احنا وانت في النمسا ان شاء الله نكلمك برضو نطمن معاك على معسكر النادي الاهلي وترجع بالسلامه ان شاء الله. هتقعد قد ايه هناك؟ ان شاء الله هاجي الثلاثة او الاربعه باذن الله. ثلاثة او الاربعه. بشكرك كابتن سيد وترجع بالسلامه ان شاء الله. شكرا. نشكر كابتن سيد.